الفحص الذاتي. نعم. وهذا ضروري جدا أتصور. الفحص الذاتي للثدي نحن ننصح السيدات من سن 20 فما فوق إنه يسوون هذا الفحص شهري، دائما يكون بالأسبوع يعني حوالي 7 أيام لعشر أيام من بداية الدورة. نعم. تسوي هذا الفحص شهري. شو السبب دكتورة باختيار هاي الفترة الزمنية من الشهر؟ لأنه الفترة اللي أسبوع اللي قبل الدورة يصير تغييرات بالثدي وآلام، وهذه بسبب الهرمونات. نعم. أو حتى وقت الإباضة في منتصف الشهر ممكن تصير، ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار. نقولها دائما يكون بالفترة بعد الدورة. والسيدات اللي وصلوا سن 50 سنة أو يعني وقطعتهم الدورة، نقولهم بداية كل شهر تحاولوا تسووا هذا الفحص. نعم. فالفحص هذا يكون عن طريق الفحص بالنظر وبعدين الفحص باللمس. نعم. إيش الأشياء السيدة تشوفها؟ هي هاي مثلاً تغييرات بشكل وملمس الثدي، أو شكل الحلمة تدخل للداخل. نعم. أو يصير الأعراض اللي ذكرتيها سابقاً. أي. نعم. وبالإضافة بعدين وراها السيدة هم ترفع إيديها اللي فوق، لأنه في بعض الأوقات نلاحظ تغييرات بشكل الثدي بعد ما نرفع الإيدين. نعم صحيح. بعدين السيدة تدخل على الحمام، تحط شوية صابون على إيدها. نعم. الإيد اليمين تفحص الإيد الثدي اليسار، والإيد اليسار تفحص الثدي اليمين. نعم. ونفحص الثدي عادة من جوة العظم هنا وللمنتصف هنا ولتقريبا الضلع السابع وجوة الإبط. نعم. فتفحص هذا بهذا الشكل مع عقارب الساعة أم عكس عقارب الساعة؟ يكون حركة اليد يكون إما من فوق لجوة. نعم. أو بشكل دائري من الخارج إلى الداخل. نعم. أو بشكل هيج وهيج 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 في كل مكان في الثدي، كل مكان. بعدين ترجع السيدة تسوي هذا الفحص وهي متمددة. نعم. تخلي شوية كريم على إيدها وتعيد نفس الفحص. لماذا؟ لأنه بعض الأوقات حتى نقدر نلقط بعد التغيرات بالثدي وإحنا نايمين أكثر ما إحنا واصلين. صحيح. آه. صحيح. وبعدين نحكي للسيدات بعد سن 20 لغاية عمر تقريبا 35 أو هاي كل سنة ونص يسوون هذا الفحص دوري عند الطبيب حتى لو ما عندهم أي أعراض. ومن سن 35 تقريبا فما فوق وخاصة بعد 40 لازم تسوي السيدة هذا الفحص سنوي عند الطبيب. وننوه دكتورة على ضرورة أنه لو كانت نتيجة الفحص الذاتي مطمئنة، هذا لا يعني أني ما أذهب للدكتور، لأنه بالضبط. قد تكون أحيانا زائفة أو خادعة وأنا لم أجري الفحص كما يجب أن يكون. بالضبط. يعني الطبيب غير عن السيدة نفسها لما طبعاً. هي تعمل الفحص. والسيدة بس توصل سن 40 حتى لو ما عندها أي أعراض رح نطلب منها تصوير للثدي اللي هي صورة الماموغرام. وفي حال تم الاكتشاف لسرطان الثدي، اليوم سنتحدث عن الطرق العلاجية مع بس خليني. نعم. شوي أطمئن النسوان أنه 80% من الكتل اللي نحسها بالثدي هي ليست أورام صحية.